احتضنت قاعة الحفلات بفندق هيلتون بأمستردام مساء يوم الأحد 22 ماي 2016 عرضا للقفطان المغربي مع ألمع وأنجح المصممين بالمغرب وخارجه من تنظيم المصمم الرائع والشهير أمين مراني وبدعم من مجلس الجالية المغربية ومن دعم أيضا من بي ام سي او سيرفيس من البنك المغربي للتجارة الخارجية بي ام سي او. وحضر الحفل السفير المغربي عبد الوهاب البلوقي رفقة حرمه وقناصلة المملكة المغربية بهولندا وشخصيات أخرى مهمة، إضافة لأزيد من 300 شخص من مغاربة هولندا جاءوا ليعرفوا آخر مستجدات الموضة المغربية. انطلق الحفل في تمام الساعة الرابعة بعد الزوال بكلمة افتتاحية للإعلامية الناجحة سميرة البلوي مقدمة برنامج صباحيات دوزان، أعربت من خلالها عن سعادتها بتواجدها بين أحضان الجالية المغربية بهولندا لأول مرة، حيث صفق لها الحضور بحرارة وأشادت باحترافية المصممين المغاربة المشاركين في العرض. افتتحت العرض المصممة سهام الهبطي التي جالت العالم بتصاميمها البهية بتشكيلة يغلب عليها اللون الأخضر الذي هو اللون المفضل لها مع الطرز الذهبي والخياطة اليدوية 100%. وتلتها المصممة نسرين البقالي وفوزية من الدار البيضاء بتشكيلات ذات ألوان ربيعية مصممة بدقة عالمية وأكثر عصرية. وبعدها المصممة المغربية نزهة البوري القادمة من الجزائر والتي استطاعت أن تكون شعبية كبيرة هناك وتعطي للقفطان المغربي مكانته التي يستحق. من الرباط جاءت المصممة فرح منشقرون التي لها خبرة في المجال أزيد من 20 سنة بتشكيلة يبدو عليها الإتقان والجودة والتميز، حيث كانت أحجار الجوهر حاضرة بقوة في تصاميمها. أما المصممة لمياء المختاري القادمة من الناظور اعتمدت في تصاميمها على اللون الأزرق البارد المتميز في السفيفة والعقاد، ويتضح جليا أنه يأخذ وقتا طويلا في الإنجاز. العارضة والفنانة ليلى حديوي اختتمت عرض الناظورية لمياء بلبسة جد ثقيلة تصلح للعروس في ليلة الحناء. أصغر مصممة مشاركة في هذا العرض هي الريفية نديرة جعواني القادمة من مدينة تولوز الفرنسية، حيث سنها لا يتجاوز 30 ولها خبرة 4 سنوات في مجال التصميم. تمكنت من حجز مقعد رفقة أشهر كبار المصممين المتخصصين في القفطان المغربي. Salam alaikum Leila Hadjiwi. Donc nous voulons savoir aujourd'hui qu'est-ce que vous faites ici parmi nous. السلام عليكم، انا فرحانه اللي تواجدي هنا في امستردام لاول مره، فرحانه اللي حنايا كاينه في تظاهره قفطان دو ماروك لانني غنكون عارضه ازياء في هذا الديفيلي هذا، فرحانه لانني في نفس الوقت كنكتشف مصممين اخرين يعني مغاربه ساكنين ماشي في المغرب، ساكنين من بلجيكا ولا في امستردام في هولندا، وكنكتشفوا يعني التصاميم ديالهم بطريقه اخرى بطريقه جديده مختلفه، وهذا بحال مهرجان نقدر نقول لك نجمعوا فيه المصممين وتنشوفوا حتى العارضات الازياء ديالي كيكون تبارك الله عليهم مغاربه زوينات حتى هما اللي تي هما كيلبسوا القفطان المغربي. السلام عليكم. سلام. بغينا نعرفوا اليوم السبب ديال التواجد ديالك هنايا اليوم. كيف ما تشوفوا انا سبب التواجد ديالي هنايا هو لانني عارضه ازياء تنشتغل في عده مدن في داخل وخارج الوطن. انا ساكنه في حقيقه في هولندا، ولكن تنجي فيما تكون شي تظاهره كبيره تعرضوا عليا كعارضه ازياء. كما تشوفي اليوم كاينه هذه التظاهره الكبيره ديال كافطون دي ماروك اللي تراسها المصمم الكبير اللي جا من المغرب امين المراني.
وكاين من غير أمين المراني كاين مجموعة ديال المصممين من المغرب من أوروبا اللي جاوا اليوم باش يحيوا هذا الحفل اللي هذه يكون هذه بصح إيرست إيديتي أول مرة، ولكن هذه يكون عدة مرات في عدة مدن المغرب، باري اللي كان عداز ماشي بزاف، ومن بعد دابا كاين هولندا، لوس أنجلوس، ومن بعد المغرب. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Donc nous sommes aujourd'hui avec une jeune styliste. Donc tu peux un peu nous en parler de ce que tu fais ici, un petit peu promoter. Oui, bonjour. Je suis venue participer à la Fashion Show Amsterdam pour le défilé, pour montrer mon savoir-faire de mes créations en tant que styliste et pour montrer ma vraie passion du caftan dans la mode. C'est une histoire de toute petite fille. Donc, salam alaikum Samira. Wa alaikum salam. Donc, nous voulons savoir qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ici parmi nous. Alors, aujourd'hui, je suis la maîtresse de cérémonie de cet événement, de ce bel événement qui est Caftan du Maroc, deuxième édition ici à Amsterdam. Ana farhana bzaf bach ntlaqa ma aljaliya lmaghribiya, surtout que c'est la toute première fois à Amsterdam. Voilà. D'accord. Et je suis fan. je suis fan. On est tous fans d'elle. On est tous fans de vous. Je vous laisse. Et nous voulons savoir aussi qu'est-ce que vous en pensez des Marocains qui habitent au Maroc et les Marocains qui habitent ici. Alors, c'était la découverte, la grande découverte pour moi de voir les Marocains d'Amsterdam, parce que à la différence de ceux qui habitent en France ou en Belgique, ce sont des gens qui sont un petit peu plus réservés. Mais tous très gentils, très accueillants, et voilà, je suis très contente d'être parmi eux aujourd'hui. Pour le caftan, tous des Marocains, hein, on est tous liés au Maroc par notre culture, par notre savoir-faire, savoir-vivre, nos caftans bien sûr, donc je pense qu'il n'y a pas de différence. D'accord. As-tu un petit mot à dire aux téléspectateurs ? Il faut venir nombreux au caftan du Maroc. C'est la première fois à Amsterdam, mais ça ne sera certainement pas la dernière fois. Donc j'espère que vous allez être nombreux à assister à cet événement. Et à la prochaine fois, à la troisième édition, Inch'Allah, il faut nous suivre, hein, partout où on va. D'accord.